ألف سلامة. الله يسلمك. أحسن؟ أحسن. هو إيه اللي حصل؟ حادثة ولا إيه؟ لا لا لا، اتخبطت في إيدها بس. لا يا يوسف، ولا حادثة ولا اتخبطت في إيدي، أنا حاولت أنتحر. إيه يا بنتي الكلام اللي أنت بتقوليه ده بس؟ الحقيقة يا ماما، يوسف لازم يعرف الحقيقة. يا ريتني كلمتك بدري، على الأقل كنت لحقتك. حتى لو كان بدري يا يوسف، كنت هتبقى متأخر زي ما انت متأخر دلوقتي. خلاص بقى غيروا الموضوع، وخلي بالك يا يوسف، احنا بس مش قايلين لحد ان الموضوع فيه انتحار. مفهوم طبعا. تقلقيش يا مروة، يوسف عمره ما يتكلم. انا عارفة والله، بس برضه معلش غيروا الموضوع. مش هغيره يا مروة، يوسف لازم يعرف الناس اللي سلمني ليها كانت عاملة ازاي، لازم يعرف الطريق اللي سابني فيه لوحدي نهايته كانت ايه. ماما تعالي سلمي، تعالي معلش سلمي. منا ما عملتش حاجة، كل اللي حصل ان انا وانتي تقابلنا في توقيت لا انا ولا انتي كنا مؤهلين فيه. اتكلم عن نفسك يا يوسف، انا كنت مؤهلة جدا، كنت متفائلة وفرحانة، كنت اول مرة احب. امال عادل حمزة ايه؟ عادل انا ما حبيتوش وما كرهتوش، انت حبيتك وكرهتك. مالكيش حق تكرهيني ولا ليكي حق تعملي اللي عملتيه في عادل. عادل انا ما عملتلوش حاجه. يعني امال ايه اللي حصل؟ واتش ات